هذا الذي ضايقني في موضوع أغنية ولا حترجعي ولا حتحايل، إيه اللي ضايقك في اللي ضايقك في الأغنية دي؟ هو الموضوع مش الأغنية دي بس، احنا يعني يمكن أنا اتكلمت قبل كده في القصة دي، وفي الآخر طبعا يعني ولا هترجع ولا هتحايل وأصعب طريق، دول ألحان تامر عاشور اللي بعدين أصبح يغني لنفسه، صح؟ بالظبط. تامر عاشور طبعا من الأصوات الهايلة يعني، وملحنين الهايلين جدا. وأنا تعاملت مع تامر قبل أن يصبح مطربا، وسمعت الناس قالوا لي ده في واحد اسمه تامر عاشور كويس قوي وكده، وبعدين كلمته وجالي البيت وقعدنا واخترنا أغاني، واخترت منه 3 أغاني وعمل تنازلات ورحنا سجلناهم وكل حاجة وتمام جدا. وبعدين يعني أياميها كنت بعمل ألبوم، وكنت حاطط في دماغي ان من الـ 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 ان الـ اصعب طريق دي من اهم الاغنيات اللي انا كنت عامل حسابي في الالبوم انها انه هتنجح وهتعلم. بالظبط. طلع غنيها تامر، غناها بقى قبل ما انا انزلها. انت كنت دافع فلوسها طبعا، كل حاجه خلصانه طبعا، وتنازلاتي كل حاجه. طيب فسافرت اياميها بقى ايام الحج يعني، فلقيت بنتي بتقول لي يا بابي احنا الأغنية اللي أنت سمعتها، أنا عادة يعني لما بتسمع أولادي وهاتوا أصحابكم يا أولادي يسمعهم وكده، فالغنوة اللي أنت سمعتها لنا تامر عاشور نزلها على النت. فأنا يعني عارفة لما تحسي بقهر كده، يعني ليه؟ إيه السبب يعني؟ فلما كلمته قال لك إيه؟ قال لي أنا والله ما أقصدش ده، أصل يعني أي كلام يعني. وفي الآخر طبعا أنا يعني عشان الأغنية ملكي وعشان الأغنية أنا حابب أغنيها صورتها، والحمد لله برضو نجحت نجاح كبير جدا جدا. ده بالنسبة لأصعب طريق. ولا هترجع ولا هتحايل نفس الموضوع، نزل الغنوتين قبل ما أنا أنزلهم. وطبعا أنا من الناس اللي هي ما كانتش بتحب تعمل مشاكل يعني خالص نهائي، وده كان يمكن عيب فيا يعني، انا بعترف قدام الدنيا كلها ان ده كان عيب فيا، ان انا باجي على نفسي في اي حاجه وبتتنازل عن حقك وبتنازل عن حقوقي. ده ما كانش ينفع اتنازل، بس يعني خليت الناس تستسهل امورك. بالظبط. ده مش هيزعل، ده هيرضى. ايوه. فعلى فكره ده كان في حياتي كلها يعني. ايه الموقف اللي مش قادر تنساه لغايه دلوقتي علم فيك جامد في الحته دي؟ مواقف كتير قوي والله، يعني مواقف يمكن مش فنية، إنسانية أكتر يعني. يعني عايز أقول لحضرتك، أنا كنت من النوع اللي هو الطيب لدرجة السذاجة يعني، أو الناس بتعتقد إن الإنسان الطيب كده بيبقى ساذج يعني. يعني واحد مثلا أعرفه فجاء قال لي أنا بسافر الصين ومش عارف إيه وفلوس إيه وساعدني اتفضل تديه فلوس، اديله الفلوس عشان كده مشاريعك فشلت. بالظبط. واديله الفلوس وبعدين بعد كده بقى ما يردش على تليفونه، اللي بيقولوا في امك في العش ولا طارت، ما عرفوش، ما يعرفنيش اصلا. حاجات من دي كتير قوي. وتخيلت برضو ان الانسان انا السبب، لان ناس كتير جدا كانت تحذرني. يعني ليه؟ يعني ليه بتعمل كده؟ علشان طب ليه ما عملتش اجراء ضد كذا كذا؟ خلاص بقى انا كنت دلوقتي اتغيرت شويه كتير، مش شويه كتير. يعني ما هو اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي يعني. قسيت اكتر؟ مش قسيت، انا عمري ما يعني عمري قلبي ما يبقى قاسي ابدا، بس اتعلمت ان انا حقي مش هسيبه. ما سيبش حقي بقى ايا كان. بس دي فتره بقى وعدت يعني. طبعا بعد كده قابلت اخو تامر في النقابه يعني، وقلت له الموضوع كذا كذا، وما كانش مش قال لي والله احنا غصب عننا ومش عارف ايه وبتاع. قلت له انا يعني حبا في تامر، لاني انا على المستوى الشخصي بحبه، تامر فنان كويس، راجل مهذب وكده، بس ليه عمل يعني
وخلص الموضوع. لو كان حد تاني كان قوم الدنيا وكان عمل بقى بروباجندا وبتاع بروباجندا على الموضوع، انت ما عرفتش تعمل الحركه دي. ما عرفتش اعمل للاسف. للاسف انا ما بعرفش اعمل حاجات كده يعني. انا لو بعرف اعمل حاجات زي دي من زمان قوي. انا يعني عايز اقول لحضرتك من كنت اتصرفت بطريقة تانية بالظبط. لو تامر بيسمعك دلوقتي بتقول له ايه؟ هو الموضوع خلص يعني، انا ما عادش جوايا اي حاجة، لان يعني انا نزلت الاغاني بس. نصيحة ليه تقول له ايه؟ نعم، كنصيحة ليه تقول له ايه؟ هو ما بقاش يعمل ده على فكرة يعني، هو عمله وبعد كده، لان انا قلت الكلام ده في اكتر من برنامج، ما اعتقدش انه بقى يعمل ده. وبعدين بقى مركز ان هو راجل مطرب ونجم وكده، فالالحان دي بقى بتبقى في حدود بسيطه قوي، لان اي حد يعمل له لحن بسيط يعني. انما ما بقاش يعني، هو الاول كان ملحن بس. يعني صافيه لبن. صافيه لبن طبعا.